أعضاء الجسم لكميات كافية من الماء لأداء وظائفها بشكل مثالي. لكن هناك بعض الأوقات خلال اليوم التي يفضل فيها شرب الماء لدعم وظائف الجسم، فهل تعرفون هذه الأوقات؟ من المهم معرفة أفضل الأوقات لشرب الماء، لأن هذا يساعد الجسم في تحقيق أكبر استفادة منها. وينصح الخبراء بشرب أكبر قدر ممكن من الماء بعد الاستيقاظ مباشرة، لأن هذا يخلص الجسم من السموم قبل تناول الإفطار. ولتسهيل عملية الهضم ينصح الأطباء بتناول كوب من الماء قبل نصف ساعة وبعد ساعة من تناول كل وجبة طعام. فترة ما قبل النوم من الأوقات المهمة أيضا لشرب الماء، إذ ينصح الأطباء بشرب الماء قبل ساعة من النوم، لأن الجسم يفقد كمية من السوائل أثناء النوم حتى دون أن تلاحظ ذلك. وبشكل عام لا يجب أن تقل كمية الماء التي يشربها الإنسان عن لترين يوميا. أعزائي المشاهدين، لمناقشة الموضوع رحب بضيفتي في الاستوديو الأستاذة صفاء بازرعة، أخصائية التغذية. مساء الخير أستاذة صفاء. أهلا فيك أستاذة صفاء. إحنا شفنا في التقرير التالي عن أهمية شرب الماء، لكن التقرير ركز على أوقات معينة في شرب الماء، فإيش هي تكون هالأوقات؟ والله هو مهم أنه نشرب الماء بكميات كافية خلال اليوم. طبعا على حسب احتياج الشخص، هو يفضل أنك تشربيها خلال اليوم، يعني من أول ما تصحي لين تنامي زي ما بيقولوا. طبعاً في حالات معينة، زي في دراسة معينة أثبتت أنه شرب المياه قبل الوجبات الرئيسية بنص ساعة ممكن يساعد في خسارة الوزن أو التحكم بالوزن، لأنه بتساعد على امتلاء المعدة، وبالتالي الواحد ممكن يتناول كميات أقل من الطعام. هذه واحدة. ثانياً ممكن ننصح الأشخاص اللي عندهم قرحة في المعدة انهم يشربوا المايه اول ما يصحوا من النوم، بس ما تكون فيها ليمون. تعمل على تنشيط الامعاء، ترطيبها وتقلل من الحرقان. فعلى حسب حاله الشخص، وكمان خلال اليوم كله مهم انه احنا بنشرب المايه. طيب ايش هي مثلا المايه ممكن تساعد مثلا انه الواحد يتفادى مثلا امراض معينه؟ شرب المايه، ايش ممكن الامراض الواحد ممكن يتفاداها اذا شرب مايه كثيره؟ شوفي، الموية مهمة لكل وظائف الجسم، تشكل تقريبا من وزن الجسم 60-70% من وزنه. تدخل في كل العمليات الحيوية في الجسم، فإنه الجسم يكون يعني بياخذ احتياجه من الموية خلال اليوم كله، يعمل على كفاءة عمل كل أعضاء الجسم. هذه واحدة. وثانيا زي ما قلت لك قبل شوية، إنه ممكن تساعد في التحكم بالوزن أو التحكم بالشهية، فالواحد ما بياكل أكثر، والسمنة هي باب كل الأمراض زي ما بيقولوا. طيب أستاذة صفاء، الموية هل إحنا ممكن نلتزم بكمية محددة؟ وهل الكمية هذه تتفاوت بحسب العمر وبين الرجل وبين المرأة؟ وهل صحيح فعلا إنه الرجل يشرب كمية موية أكثر من المرأة؟ بالنسبة للأطفال من عمر 4-8 سنوات تقريبا بيحتاجوا 5 أكواب موية في اليوم. بعمر المراهقة شوية بتختلف بين البنت والولد، تقريبا البنت محتاجة 7 أكواب والولد 8 أكواب. بعد سن البلوغ المرأة بتحتاج لترين والرجل بيحتاج 3 لترات مويه باليوم. يعني ممكن نترجمها بالأكواب، المويه المرأة 9 أكواب والرجل تقريبا 13 كوب. بس في نقطة معينة إنه ما بنشربها تقريبا كاسات. إذا إحنا أكلنا أكل كويس كمان ناخذ المويه من الأكل اللي بناكله، خصوصا الخضروات والفواكه فيها نسبة عالية من المياه. طب يدخل كمان من ضمن مثلا القهوة والشاهي برضو؟ شوفي، حكاية الشاهي والقهوة خصوصا الشاهي بيعمل على إدرار البول، فهذه مشكلة تانية لازم كمان حنعوض يعني المياه اللي احنا خسرناها. يعني كمية ياخذون في بالهم كمية أكبر يشربونها الناس المدمنة على القهوة هو والشاهي. شوفي، إذا تخطط تقريبا 3-4 أكواب أو نقول فوق 4 أكواب هنا ممكن نعتبرها مشكلة. أقل من كذا تقريبا يعني حيكون في المعدل المسموح أو المعتدل في اليوم. أستاذة صفاء، يقولوا لك الشيء إذا زاد عن حده ينقلب ضده. في ناس تشرب الموية بشكل مفرط، هل هذا له أضرار؟ شوفي، هي الحالات اللي زي كذا نادرة جدا.
واحيانا يعني بيسموها تسمم المياه، بس هذه حالات يعني عمرنا ما بنشوفها. احنا بالعكس بنحث الناس انهم يشربوا مويه، لانه ما مو الكل بيشرب مويه بكميات كافيه. حالات زي كده وجدوها بين الاشخاص الرياضيين، كان عندهم تقريبا الدراسه اللي قراتها 14 حاله وفاه بين الرياضيين بسبب انه الشرب العالي للماء بطريقه انهم ما بيحتاجوها، فبيعمل خلل في املاح الجسم او نقص الصوديوم. طيب على الصعيد الثاني كمان، في بعضهم ينصحون انك تشربين مويه بكميات كبيره خاصه اذا انت تتبعي حميه غذائيه، وفي البعض الاخر يقول ممكن شرب المويه بدل ما هي تساعد على عمليه الحرق لا بتقلل عمليه الحرق. ايش تعليقك على الموضوع؟ شوفي، اولا المويه يعني ضمن الاكل المتزن في اليوم تساعد على الحرق، بس مو بالفكره اللي احنا ماخذينها. تقريبا كوب مويه بارده بيحرق 8 سعرات، هذه ولا حاجه بدون ممارسة التمارين الرياضية، بدون أكل معتدل. وزي ما قلت لك قبل شوية إنه إذا الواحد شرب قبل الوجبات ممكن تعمل على امتلاء المعدة، بس إنها ما بتساعد بخسارة الوزن، لا هذا الشيء غلط. بس بعض المرات في ناس مثلا تشرب الموية تكون مرة باردة، هل فعلا في أضرار أو ممكن يعني تسبب لهم بعض الأضرار الموية الباردة؟ شوفي، إحنا ما بيهمنا درجة حرارة الموية بقد ما بيهمنا إنه نشربها بكميات كافية. بس مثلا في حالات معينة بعض الأشخاص عندهم حساسية بأسنانهم يفضل يشرب مويه معتدله. المويه البارده بزياده احيانا يعني في حالات معينه ما بتساعد انه ترخي العضلات. في حالات معينه مثلا زي اوقات الدوره الشهريه المويه البارده بتعمل على تشنج العضلات، فمحتاجين مويه معتدله او فاتره عشان تسكن من التشنجات. هذه الفكره بس. هل في سلوك معين الواحد لازم يتبعه في شرب المويه؟ يعني في ناس اثناء ما تاكل تشرب بين الاكل المويه، وهل فعلا انه ممكن يؤدي الى مثلا بروز البطن او الكرش بالمعنى صح؟ المويه ما فيها سعرات حراريه، فهذه الفكره الواحد لازم يحطها. معتقد سائد هذا يعني خاطئ. ما فيها سعرات حراريه، فعشان كذا مفروض انه ما نخاف منها، ما حتسبب اي زياده او ما حتراكم دهون في الجسم. فكره خاطئه تماما. طبعا. وكمان على الصعيد الثاني المويه يعني طريقه تعبئه المويه، نشوف المويات موجوده في بلاستيك بقزاز، قد ايش يعني احنا ننصح الناس يتبعون اي نمط من المويه ياخذونها؟ هل في العبوات البلاستيكيه او بالقزاز؟ اذا هم حابين انه يعبوا المويه مره ثانيه احسن لهم قوارير زجاج. قوارير المويه البلاستيك غالبا تكون تعبئه مره واحده، هنا حتعمل ايش الفرق معايا هنا؟ القوارير الزجاج اولا يعني لازم كمان ننظفها كويس. القوارير البلاستيك صعب تنظيفها، وممكن تكون انه تنمو فيها ميكروبات، تتعرض للشمس كمان، وتعرضها للشمس ممكن يغير لون المويه او طعم المويه. اذا تغيرت لون او طعم المويه انا ما بفضل اساسا ان نشربها. فحكايه تعبئه القوارير البلاستيك مره ثانيه هذه جدا خاطئه. وكمان الشيء الخطا اللي بيسووه انه بيحطوا ليمون، والليمون حامض ممكن انه يعني يغير في نفس او يتفاعل مع نفس البلاستيك. انا اشوفها كثير حتى في بعض السلوك ساير، الناس يحطوا لك ليمون، نعناع، برتقال، زنجبيل في كل. شوفي، هذه حاجه حلوه انه ترغب الواحد انه يشرب مويه، بس كمان كثر الليمون ممكن يضر بمين الاسنان. هذا واحد، يجيب حرقان في المعده، هذا ثانيا. وغير كذا انه صارت الناس بتاخذها انه تحسب هذا المشروب السحري اللي حيمسح كل الدهون ينحفهم على طول. لا، هذه فكره خاطئه تماما. يعني ممكن تساعد، لانه الفيتامين سي الموجود في الليمون يعتبر عالي فيه، ممكن يعني بينشط حركه الامعاء، وكمان يحفز امتصاص الكالسيوم اللي ممكن يكون له دور في حرق الدهون. بس انه هو الدور الاساسي او هو اللي مفعول سحري، لا هذه فكره خاطئه تماما. طيب استاذ صفاء، اهم الارشادات اللي تعطيها المشاهدين في اوقات تناول المياه وتعزيز كمان تناول المياه. لي زميله اخصائيه تغذيه اسمها نوره الشعباني، بتقول انه الواحد مع كل فرد اذا شرب كاسه مويه هذه 5 كاسات، واذا صحى واذا نام كمان كاسة، هذه صارت 7، والباقي حاول على قدر ما يمكن خلال اليوم انه يشرب. كمان حاجة تانية انه الواحد ممكن يحس اذا هو عطشان هنا لازم يشرب موية، يعني يحاول على قد ما يقدر يخلي خرورة الموية قدامه. الاساس يعني بدال الشاهي، بدال المشروبات الغازية، العصائر اللي عالية بالسكر، المويه افضل حل. نعم. كل الشكر لك اخصائية التغذية صفاء بازرعة، شكرا لك. العفو.